محطات مهمة توقف عندها رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم خلال زيارته التي استمرت على مدى يومين إلى محافظة كركوك، فبعد أن التقى بحكومتها المحلية وممثلي الدوائر الخدمية والأمنية والشرائح الكركوكلية المتنوعة، كانت المحطة الأخيرة للسيد الحكيم في قضاء آمر للصمود، والحديث هنا كان حول البطولة وتحقيق النجاح والنصر في جميع الاستحقاقات. لنا شرف بزيارة سماحة السيد عمار الحكيم إلى أرض آمر للصمود، والله أدخل سرور على كل أهالي آمر لي، ونرحب بزيارته المباركة. هذه المدينة الصغيرة حجما والكبيرة فعلا تحملوا، لأنهم تربوا على أبناء المرجعية الذين جاءوا إلى كركو إلى ناحية قضاء أمرلي. الآن نصف هؤلاء الجالسين هم من أبناء الشهداء. سماحة السيد يتحدث معهم بأسلوب كما تحدث مع أبناء محافظة كركوك، يريد أن يشعرهم بعظم ما قدموه ويشعرهم بأهميتهم في الخارطة السياسية. بعد كركوك توجهت بوصلة الحكيم نحو محافظة صلاح الدين، وتحديدا في قضاء طوس خرماتو، ذلك القضاء الذي حمل طوال السنوات الماضية وما زال حاملا راية التصدي ومواجهة الأزمات، فضلا عن الإجماع فيه على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة. كان هنالك روح تواقة ونفوس سعدت بلقاء سماحته في مدينة طوس خرماتو، وهو السماحة يمثل العراق بعربه وكرده وتركمانه، فالسماحة معروف لدى أهالي طوس خرماتو بأنه يقود منهج الاعتدال، منهج الوطنية، فهو أيقونة الاعتدال في العراق. أكثر من 3000 شهيد في قضاء طوس بسبب الصراعات السياسية وكذلك التناحرات السياسية، فنتأمل هذه توحيد الرؤى وكذلك العيش بالأمان، وكذلك أن لا ننسى مع إخواننا الباقين في قضاء طوس يكون تعايش سلمي على مبدأ الأخوة وعلى مبدأ العدالة الاجتماعية في المنطقة. أما على صعيد استحقاقات المرحلة المقبلة وعلى رأسها الانتخابات، فقد أكد سماحته في جميع تفصيلات هذه الجولة على أهمية المشاركة الفاعلة فيها وفرز المشاريع والبرامج الانتخابية لصياغة معادلة جديدة تطمئن الجميع. مضامين مهمة ركزت عليها الزيارات التي أجراها السيد الحكيم، ولعل الأهم منها ضرورة توفر الإرادة لتحقيق الاستقرار السياسي الذي يفضي إلى استقرار وتنمية الجوانب الأخرى. حسين ياسين الفرات من قضاء طوس خرماتو.